بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 200,000 طن، وبحضور وزير التجارة وعدد من المسؤولين، تم الإعلان عن افتتاح سيل قضاء مخمور والبدء بتسلم محصول الحنطة وانطلاق عمليات التسويق. حقيقة أنه اللجنة العليا للتسويق الموجودة في وزارة التجارة اتخذت الإجراءات الكفيلة بالزيادة المتوقعة في محصول هذا العام من الحنطة في محافظة الموصل. في عموم العراق لحد الآن وصلنا إلى 2,000,000 طن. دائرة زراعة نينوى أعلنت عن الشروع بحصاد الحنطة ضمن أراضي المحافظة بمساحة تقدر بأكثر من 3,500,000 دونم، وبكميات تسويقية تتجاوز 1,900,000 طن. بدأنا الموسم في محافظة نينوى، عندنا مبالغ مالية. اليوم الفلاحين راح يستلمون مبالغهم المالية هنا في مخمور، وأيضا اللي موجودين الآن في تل أحفر اليوم يسوقون حاصلهم سيستلمون الكميات. بالتعاون مع وزارة المالية ووزارة الزراعة هيئنا كافة المستلزمات لإنجاح هذا الموسم من استلام هذه الكميات من الفلاحين، إضافة خلال أقل من 24 ساعة يتم صرف مستحقات الفلاحين. متابعة وتسهيل مهام الفلاحين والمزارعين لإنجاح حملة حصاد محصولي الحنطة والشعير تأتي بغية إنجاح خطة تحقيق الأمن الغذائي وصرف مستحقات الفلاحين، ما يصب في سياق توصيات رئيس مجلس الوزراء ضمن هذا الإطار بحسب معنيين. من محافظة نينوى، خالد جبوري، العراقية الإخبارية.